خطة رقم 2 تتنفذ ومش عايز أي غلطة، مفهوم؟ مفهوم يا ميشو. اتفضلوا. ما قلنا اتفضلوا. حاضر يا ميشو. تعال هنا. خير يا فندم. بس ما تسألش. فين عربية فؤاد باشا؟ هي دي يا حضرة الظابط. هي دي؟ روح هات المفاتيح يلا. ايه ده؟ ده انا افتكرتك ظابط بجد. ايه رأيك؟ شش مش وقته. طيب. فين المفاتيح؟ خير يا باشا. انت ما تسألش، انا بس اللي اسأل هنا. اديني المفاتيح. اتفضل. بقول لك ايه؟ عايزك تصلح العربية دي. صوت الموتور ده مش عايز اسمعه تاني خالص. حاضر. وانت تساعده لو طلب حاجة. حاضر. انت ما تسألش. مفهوم يا فندم. برافو بونبوني. بقول لك تطلعوا بقى بالعربيه دي على اللي بيورد العربيه المسروقه. انا مش عايزك تقلق بالحاجه، كله تمام واحنا مظبطينه. وانت ستيشن حل لي نمر العربيه دي واعمل اللي انا قلت لك عليه، مفهوم؟ تمام يا ميشو. ستيشن مش عايز غباء. يلا وجب. وجاي عاوز ايه يا ميشو؟ نوع على ايه؟ جاي ونوع على الخير يا شيكو، وبمدلك ايديا كمان. انت بلغت عليا مره وانا بلغت عليك مره، نبقى خالصين. يعني ايه؟ مش فاهم. معاهده صلح، يعني ما حدش فينا يقرب للتاني، لا انت تخسر ولا نخسر. ها قلت ايه؟ ماشي يا ميشو. طالما بقى هنفتح صفحة جديدة يا شيكو، يبقى الصور اللي عندك دي تتحرق ووصل الأمانة بتاع عمي يرجع لي. ها قلت ايه؟ وادي وصل الأمانة. كده بقى نبقى حبايب بالحضن يا شيكو. طول عمرك راجل يا ميشو. معاهدة. تمام يا فندم. واحد كان سبب سيادتك الهدية دي. طب روح انت. يا باشا انا البضاعه دي بتجيلي جاهزه، ما تقطعها جاهزه يا باشا. هعرف منين بقى انها عربيتك ولا مش عربيتك؟ وبعدين لما حضرتك جيت وشفتها، شفتها متقطعه حتت ولا مش متقطعه حتت؟ انا بشتريها كده يا باشا. ولوح العربيه اللي جات لي وعليها تحياتك. مصحف الشريف يا باشا ما اعرف عنها حاجه. ما تعرفش؟ صدقني. خدوه. تمام يا فندم. ارموه في الحجز يمكن يعرف. بقى معقوله عربيه فؤاد باشا تتسرق وتتفكك وتتباع للمعلم مغاور اللي طول عمرنا متعامل معاه؟ وبعدين كمان ايه؟ يتبلغ لفؤاد باشا ان عربيته اللي سرقت عندنا احنا؟ كل ده بالصدفه كده؟ لا طبعا مش ممكن. واقطع دراعي يا معلم ان كان ده ملعوب واتعامل فينا. نقطني بسكتك انت هو. انا مش ناقصكم. انا كل اللي هممني دلوقتي عايز اعرف مين اللي بيلعب معايا. وبيعمل معايا كده ليه؟ الاكل ده جاي لك يا شيكو. شوف الأكل ده يا رب. استنى شوف ايه في الكيس، شوف فيه جوكر ولا مفيش. مفيش جوكر يا معلم، ده فيه كباب وكفتة بس على أبوه. يعني كباب وكفتة ومفيش جوكر.
الكارت ده كان في الاكل يا شيكو. الكارت ده ما في الاكل ده؟ هو الكارت بتاع الاكل برضه. مشوا الكلب يا مشو. يا ابن الكلب يا ميزو. ميز فطير، سامحني، ذهبت إلى قسم الشرطة لأسلم نفسي للبوليس قبل أن يأتي إلى هنا ويسبب لك ولسمعتك المشاكل. بالنسبة للأكل، ستجد في التلاجة حلة بصارة، سخنها وكلها بالهنا والشفاء. خلي بالك من نفسك، هتوحشني أوي أوي. عمك أنس الوجود. انت ايه اللي انت بتعمله ده يا أنس؟ ميشو؟ لا لا مفيش. على ميشو؟ طيب امسك. مش ده ايصال الامانة اللي انت كاتبه لشيكو مدريد؟ ايه ده؟ ايوه هو. احمدك يا رب، احمدك يا رب واشكر فضلك. انا متشكر قوي يا ميشو ان انت دفعت الفلوس عشان تنقذ عمك. ميشو ما يدفعش يا انس. طب والصور؟ خلاص اتحرقت زي ما الجواب ده هيتحرق دلوقتي. انا مش عارف اقولك ايه. انا كنت خايف على فطين قوي، اصله هيعمل ايه من غيري؟ ما تخافش يا انس. طب ما تستنى اسخن وناكل لقمه سوا. ده انا ميت من الجوع. عامل اكل ايه؟ شويه بصاره وشويه بتنجان بالقوطه وحبه مخلل، انما ايه يستاهلوا بقك. اكلت بره، خليهم لفطين. سلام. خليش حد تاني يمضيك على حاجة. حنين وجدع، بس هو يبعد عن سيد. انت تغبل يا ميشو، انت مفاجأة بالنسبة لي. احنا لازم نعمل بيزنس مع بعض. للأسف مش هينفع. ليه يا ميشو؟ انا عندي فلوس كتير قوي ونفسي اشغلها في السوق. غصب عني والله يا سميرة هانم، فعلا مشغول. طيب استني اشوف مواعيدي. ممكن ابقى فاضي من يوم 18/1/2018. هو ميشو كده على طول مشغول؟ معقولة؟ ده انا بشوفه كل 3 سنين مرة. امال ايه؟ صفقات، سفريات، وقويو. ميشو ابني مطلوب. وبعدين حضرتك بتتكلمي عن البيزنس وسيد الحاوي موجود. سميرة هانم، حضرتك معاك الأصل. ظبطني. اشتغل يا ميشو اشتغل. اكسكيوز مي، ممكن أرد على الموبايل؟ ما شاء الله، شفت الألماني بيرجع على لسانه ازاي؟ ما هو جاي من ألمانيا اهو. ألو؟ أيوة فريد بيه. حاضر هبلغه. ماشي، مع ألف سلامة. سيد. نعم. فريد بيه عايزك الليلة دي. وما كلمنيش انا ليه؟ الله، انت ناسي ان انت قافل موبايلك علشان القمر اللي معانا؟ صح صح. يا ما بتنساش حاجه ابدا يا ميشو. طيب اسيبكم انا بقى. بعد اذنك يا سميره هنا، حضرتك معاك الاصل كله. شفت الاخلاق والتربيه؟ لو انا مش متاكده ان ميشو وفاطين توائم، لا يمكن كنت اصدق ان ميشو الشيك ده يبقى اخو فاطين المدهول على عينه ده. انا اسف لتاسع مره يا لمياء يا حبيبتي،
انا والله العظيم كنت بحسبك هتفرحي وتنبسطي. انبسط بايه؟ بموميا بقالها 5000 سنه. هم 2500 سنه، ما تكبريش الموضوع يا لمياء، انا عامل ابحاث. ربنا يكتر من ابحاثك. يا رب لمياء، يا رب يسمع من بقك ربنا يا رب. بس ايه رايك بقى في الكارنيه ده؟ اهو بالكارنيه ده بقى يا لمياء نقدر ندخل الاهرامات في اي وقت وببلاش. بس مش عارف بقى ركوب الجمل يعني بالكارنيه ده ولا لا. هو ده اللي يهمك يا فاطين؟ ببلاش تدخلني الاهرامات ببلاش، تركبني الجمل ببلاش، كله بلاش بلاش بلاش. اه وفي القلعه والمتحف وكل الاماكن الاثريه. ده انا هنغنغك يا لمياء. هتنغنغني ببلاش يا فاطين؟ انت عايز تجنني ولا ايه يا فاطين؟ كده كتير يا فاطين، كتير كتير قوي. يا لمياء يا لمياء بس يا لمياء. ايه ثابتك ولا ايه يا خروف؟ المره اللي فاتت انا سبتك بمزاجي، لكن المره دي لا. العين بالعين والسن بالسن. إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن أموت جبانا. أهو أنت اللي خروف وستين خروف. لمياء. قولي يا ميشو، أنت عمرك ما حبيت؟ لا لا ما ينفعش خالص. هو إيه ما ينفعش؟ بص يا سارة، الحب ده ضعف، وانا عمري ما كنت ضعيف ولا احب اكون ضعيف. امال ازاي بتتعامل مع التلاميذ في المدرسة؟ اتزورت مدرسة؟ ما اصل انا سارة بقى ما قلتلكيش، انا ببقى في المدرسة حاجة تانية خالص. يعني بلبس نظارة كده ومسرح شعر على جنبه، بلبس بلوفرات. انت عارفه هناك عارفين ان انا اسمي مستر فاطين مش ميشو، محدش يعرف ميشو ده خالص غيرك انا وانت دلوقتي. عايز تفهمك عنك انفصام في الشخصيه، الصبح فاطين وبالليل ميشو. برافو عليكي، بالظبط كده. طب وانت بتحب مين اكتر، فاطين ولا ميشو؟ بحب فاطين. طب وميشو؟ بحب بس بخاف عليه. انت طلعت حكايه. بقول لك ايه، انا عايز اجي لك بكره المدرسه. بكره اجي لي المدرسه؟ اللي هو بكره اللي هو بكره يعني، ولا بكره بعد بكره، او بكره اللي في المستقبل يعني؟ لا بكره اللي هو بكره. في مانع؟ لا ما لا مفيش مانع خالص، مدام يعني مصممه تعالي بكره المدرسه. انت حتى هتتفاجئ فطير. مش اجازه بكره؟ لقد احببتك ايتها الاميره الشيطانه، ابتعد عني. لن ابتعد عنك حتى يتبين لك حقيقه التنين الملعون. اذهب الى الجحيم انت والتنين الشرس ايتها الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اذهب الى الجحيم ايتها الاميره. اذهب اذهبي الى الجحيم. فاطين خد هنا. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ وطي صوتك يا ميشو، ده انا ما صدقت انهم ناموا. بس كويس انك لسه صاحي، كنت عايزك. ده انا اللي كنت عايزك. احط نفسي مكانه واشوف اللي هو بيشوفه. قدامي ورايا وادي الشاي يا سيميشو، علشان بقى تقدر تسمعني كويس ويبقى مزاجك مظبوط. اتفضل يا سيدي. اتكلم يا فاطين. بص بقى ميشو اخويا، انا المره دي اخر مره هطلب منك حاجه، بس يا ريت توافق. لا 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 ما تقلقش، انا المره دي يا سيدي لا هطلب منك لا حوار ولا مزيكا، ولا هطلب منك انك تصاحبني. امال عايز ايه؟ اشرب الشاي. بص بقى ميشو، انا عايز احط نفسي مكانك واشوف اللي انت بتشوفه. ايه؟ وانت في نفس ذات الوقت هتحط نفسك مكاني وتشوف اللي انا بشوفه. وبعدين هتعيش بره ميشو يوم واحد بس، وساعتها يا سيدي بقى قرر ترجع ميشو تاني ولا لا. طب وانت بقى فاطين عايز تحط نفسك مكاني ليه؟
مش عاجبك نفسك انت كمان وعايز تغيرها؟ لا يا سيدي، انا الحمد لله عجباني دنيتي قوي، بس انا لما هبقى انت هشوف بقى دنيتك اللي انت متمسك بيها قوي دي، يمكن يبقى عندك حق وانا شاكك، وانت لما تبقى انا هشوف بقى دنيتي بس بعينيك، يمكن يبقى عندي حق وانا متأكد، وساعتها بقى ميشو ان شاء الله ان شاء الله هتقتنع بكلامي. يعني انت عايزني ابقى فطين وانا هبقى ميشو، وهو يوم واحد بس. طب لو قلت لا، والنبي يا ميشو ما تقولهاش بقى، مش هتخسر حاجة، هنجرب ومش هتخسر علشان خاطر يا ميشو. طب انا فطين ايه اللي يضمن لي ان انت لما تبقى ميشو ما تبوظليش الدنيا؟ اشرب الشاي اشرب. بص بقى يا سيدي، انت هتحكي لي على كل تفاصيل يومك من اول ما بتصحى من النوم لحد ما بتنام، وانا كمان هحكي لك يا ميشو على كل تفاصيل يومي من اول ما بصحى من النوم واروح المدرسة وارجع البيت تاني. ها ماشي ماشي. اقلع بقى. اقلع ايه؟ هدومك، ما احنا هنبتدي من دلوقتي. انا كده بقيت ميشو وانا دلوقتي فطير، بس اقلع النضارة. حاضر يا سيدي، ادي النضارة وادي الدبلة وادي الساعة كمان. ايه ده؟ بس مش هشوف حاجة كده. مش مهم، هتصرف. ميشو اوعى بابا سيد يعرف. ولا انس ولا عمي انس. اتفقنا؟ اتفقنا.